وخر موتك وخر موتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ مسويين ان شاء الله طيبين. فيديو اليوم راح يكون غير ان شاء الله، راح اتكلم عن مقطع صورته تقريبا قبل 6 سنوات. المقطع صورته لما كنت ادرس في اخر مرحله في الثانويه، كنت متجمع مع طلاب الفصل بالساحه قبل نهايه دوري المدرسه، وسويت لقاء معاهم. وان شاء الله اليوم بوريكم كيف كنا قبل 6 سنين ووين صرنا الحين، وهل كل شخص حقق اهدافه وطموحاته وتعب على الشيء اللي يبغاه ووصل له. اول شخص فيصل ابو زيد، اسلم عليه واوجه له الف تحيه. نادير مالنا الحين نهايه دوري المدرسه، عليك المباراه، ثقتي بنجوم فصلنا. طالب ما شاء الله عليه مجتهد ويفهم على السريع، حاليا ما شاء الله عليه معاه شهاده بكالوريوس من جامعه الدمام بتخصص علوم ماليه. هني ما شاء الله تبارك الله وكل التوفيق له يا رب. الشخص الثاني بندر مكيرش، كانت علاقته مع الجميع ممتازه. مكيرش نهايه دوري المدرسه، مكيرش رايك معي؟ يكلم هذاك، يروح يسالوا مع ذاك، يعرف الجميع، شخصيته حلوه والكل يحبه. وحاليا بندر ما شاء الله عليه يكمل دراسته في العلاقات العامه، سلم عليه وكل التوفيق له يا رب. الشخص الثالث حمد الشمري، وكان من ضمن افضل الاشخاص اللي يلعبون كوره في المدرسه ما شاء الله عليه. بوجود النجوم الكبار الحارس بوفون، توفيق ان الله قادم ان شاء الله. بعد الثانوية انضم إلى نادي الشباب الكويتي وكمل دراسته بجامعة الكويت بتخصص علم نفس، وحاليا ما شاء الله عليه تخرج وناوي يكمل دراسة الماجستير. إن شاء الله يا رب نشوفه لاعب بأحد الأندية ومس عليه ووجه له ألف تحية. الشخص الرابع عبد العزيز العتيبي. ايش رايك في المباراة؟ والهن حاليا ما شاء الله عليه أحد الأشخاص الموظفين في مطار الدمام، إن شاء الله نشوفه كذا رجعنا. الشخص الخامس علي الزهراني. كيف المباراة وياك؟ من الاشخاص اللي يعجبونك وعندهم شخصيه، حاليا ما شاء الله عليه موظف القوات الجويه الملكيه السعوديه، وصل لشيء كبير وكل التوفيق له يا رب. الشخص السادس واعز اصدقائي فارس التميري. والله اتوقع 3-0 لكم وعبود اليوم. فارس ما شاء الله عليه كان مجتهد جدا في الدراسه، وتخرج من الثانويه بنسبه عاليه ما شاء الله، وبعدها دخل جامعه الملك فيصل وتخرج بشهاده علوم حاسب، وكان من الاوائل على الدفعه، وحاليا ما شاء الله يكمل ماجستير في امريكا. فارس اشتقنا لك كثير والله، كل التوفيق لك يا رب. والشخص السابع ياسر الشهراني. معنا ياسر الشهراني. لا بكره من تبع لقاء وطبعا ما شاء الله كان من ضمن افضل الاشخاص اللي يلعبون في المدرسه، تعب على حلمه، سوى اللي يقدر عليه، تدرب، وحاليا ما شاء الله تبارك الله. افضل لاعب في الخليج. تخيلوا مثلا وقتها لما كنا في الساحة جاء قال انا يوم من الايام ان شاء الله بصير لاعب في الهلال، الكل وقتها ممكن يضحك عليه ويقول لا وين، تخيل تلعب في الهلال، يعني انت وتلعب مع ياسر القحطاني ونواف العابد وباقي اللاعبين، يلا نستعد بس نلعب للنهائي، تخيل تلعب في الهلال بس. محمد عدى، محمد رفعها رأسية يا رب. لكن شوفوا ايش صار وكيف تغير الحال، وتذكر دائما من سار على درب وصل، خلاص انت راح تمشي على هذا الخط باذن الله مهما كان راح توصل لما النهايه، لكن ما راح توصل لما النهايه وانت واقف كذا ما تسوي اي شيء، راح تخطط، راح تحاول وتفشل، ترجع تحاول وتفشل وترجع تحاول لما توصل ان شاء الله. وتخيل وقتها انا قلت لهم مثلا والله انا يوم من الايام ان شاء الله بسوي فيديوهات على اليوتيوب، فيديوهاتي توصل اول على السعوديه، بيقولون شباب وين الكوره؟ يلا خلينا نجهز خلينا نلعب، والحمد لله الحين فيديوهاتنا صارت توصل اول على السعوديه. ووصلنا 1,000,000 مشترك في مده قصيره. والله يا جماعه ما ادري ايش اقول، لكن دائما اللي في راسك واللي تبغاه راح يصير ان شاء الله. لما يجي شخص يقول لك لا والله انت ما تقدر تصير زي كذا ولا ما راح تصير زي كذا، ممكن هو يتكلم عن نفسه لانه هو ما قدر يصير ولا قدر يحقق اللي يبغاه، لكن ما حد يعرفك قد ما انت تعرف نفسك. اذا في شيء خطط له وشيء تبغاه يصير راح تنجح ويصير اللي تبغاه ان شاء الله. فكره يا جماعه، اذا كنتوا شباب ودائما تجمعون مع بعض، صوروا نفسكم وكل واحد يقول ايش طموحه، مثلا ايش يبغى يصير، وشوفوا هذا الفيديو بعد 5 سنوات ولا 6 سنوات. ممكن بعض الاشخاص يضحك يقول هذا هدف والحمد لله الحين حققته، وتشوفون نفسكم كيف كانت طموحاتكم ووين وصلتوا الحين. كل التوفيق لكم يا جماعه، وتحققون اللي تبغونه وتوصلون للشيء اللي تطمحون له، مهما كان صعب مهما كان مستحيل، انا اقول لك ان شاء الله يوم من الايام راح يتحقق، بس يبغى لك تتعب عليه. طيب يا جماعه من هنا راح ننهي الفيديو، يعطيكم الف عافيه على المشاهده وكل التوفيق لكم يا رب. طلاب ثانويه اذا تشوفون هذا الفيديو سلم عليكم، واشتقنا والله اشتقنا، وان شاء الله اذا رجعت السعوديه قريب اقابلكم ونرجع ذكريات. راح نشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره. السؤال اليوم يقول وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات ان شاء الله؟ اكتب تحت في الكومنتات، راح نشوف توقعاتكم. كان معكم ثنيان خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين ولا تخلي شيء يضايقك ابدا. السلام عليكم، نشوفكم بكره ان شاء الله. جلست اقرا الكومنتات، البعض يقول طيب الحين عرفنا النهايه دوري المدرسه، بس مين فاز؟ تعالوا على سناب شات وان شاء الله راح اتكلم عن النتيجه ويصير في النهايه.